جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش معهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش معهم مش نور مهند سمير جيش طافل وقمر مراد يحيى لميس قطعونا جمعة وخميس جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش سمير نجل رفيق حبك نار دمك خفيف سام مرام بنت الحي أرمندو بالعب بالفي تركي هندي برازيلي صيني روسي مكسيكي لا 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 جلدهم مش بتلحلح عصام خطوة لقدام عصام وضعه تمام بس ملوش عالغرام هبة بتلحلح عصام خطوة لقدام عصام وضعه تمام بس ملوش عالغرام جلدهم مش جلدهم مش جلدهم مش هبة بدها تتسلق مش عارفة شو تعمل ما هو عصام طول نهاره بالشغل وهبة زهقت حياتها بس دايما الحل الغلط موجود ملهاش إلا سماح وما حدا مدمرها غير سماح اسمعي أنا ما بشتغل عندك كل يوم والتاني راني علي أنا مش بلاي ستيشن مش إشي تتسلي فيه ولك أنت أصلاً غيري مين معبرك آه مين على فكرة أنا عندي صحبات كتير ما تفكري فيش غيرك بحياتي سماح إلي 10 سنين بعرفك عمري ما شفت لك صاحبة غيري بعدين أنا عندي زباين عالدور مشغولة هاي صح سادة هاي معك حق 100% أصلاً أنا بدي أجيب لك 10 شباب فاليه عشان تلحقي شغل ها يما حبيبي يما بدي أسألك سؤال في إشي على الطريق؟ يما أطلب منك طلب هاي حبيبي يعني بس أنتوا لما تيجي تسألوا هيك سؤال ليش تحكوا في إشي على الطريق؟ يعني جد بحس إنه أنت بتستنى مني بضاعة وبتتجري في الممنوعات وفي إشي على الطريق وفي أسرار وديليفري طب يما قولي لي من الآخر يما مرتك حامل بدوش تجيك ولد القصص هاي يعني طب إمتى مرتك بدها تحمل؟ يا مش بعرفني أنا يما وأنا أخصائي باطنية أنا يما سألين عن مباريات عن كريستيانو عن الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي تسألين عن حمل أنا يما اسمع طب أنا ما تبدي أصير عمة ولا عصام ما تبدي أصير عمة أنا نفسي أشوف ابن أخوي قبل ما أموت وأكحل عيوني فيه ولك مالك عاملة زي عمتي فشلت أنا لقدي عندهم مليون متابع على السناب اسمعي خلص روحي يا أستا أجتني وحدة أحلى من دبي من وين هالقوة لسانك بدي أسحبه وقصة الأجانب لما بزهقوا بجيبوا إشي يسليهم أو بسافروا وبما إنه أنت ما بتسافري وكبيرها تنزلي على العقبة جيبي إشي يسليكي ولك مناهيني جايبتك تسليني فشرتي ولي أنا مش تسلاي يلا باي سماح خلصيني تعالي يا محمضة أنا قصدي تجيبي كلب أو بسة هيك بعملوا الأجانب يا دي هالأجانب من وين دي أجيب لك كلب أو بسة عنات 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 وأنت مالك صايرة زي أبوي تعيدي نفس الحكي بعدين بيني وبينك عصام بحبش هالشغلات مش ضروري يعرف بس يجي على البيت بتخبيه بأي مكان فكرك؟ عصام عصام
تعالي. لا والله لا تيجي. ولك شو هاي؟ ولك شو هاي؟ شو هاي؟ بس والله بس هاي بس شكلها بالليل غير. ولك يمين مسوي محتار، هو فار كبير ولا ولا والحصان صغير لونه اسود بتوقف. انا عارف الله لا يوفقك يا سماح. وشو دخل انت جايبيتها؟